وقد ذكر الله تعالى أقسام الناس في مقابلة الأذى فجعلهم ثلاثة أقسام، قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا القسم الأول وهو من يقابل الإساءة بمثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا هو القسم الثاني، من عفا وأصلح ولا يكون ذلك إلا بالصبر، فأجره على الله، أي فعظيم عطائه وجزيل ثوابه من الله تعالى. هذا هو القسم الثاني. إنه لا يحب الظالمين، هذا هو القسم الثالث، وهو الغالب في حق من انتقم لنفسه. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ثم ندب إلى الصبر فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اللهم أعنا على ذلك.